إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، على المحبة والسلام. نلتقي أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم مساء الخميس. الليلة بان كيف شي مرة في راسي والحمد لله، وهذا نعم مولانا. وذكر أن الحلقة الماضية فيه واحد علق على البرنامج، قال عنه برنامج زيني غير، قال الصورة ما هي، وانت ما تخرصت قبل، يعني ماني خرص الكاميرا حتى، ولا ظهر لي مولانا عن ذاك قد يشقر لي حتى بي، اللي انا اصلا واحد من اهل اللي لاعب من اهل الردو، وهي عشقي الاول، والتلفزه لا حد اني مسوغ عليها، وراسي تخراص وما قابل نغباه، يعني اللي زين ذاك من الزين اللي مولاه لا بد انه يتم مركز على راسه، بالتالي قد لا لا ولا هو فرص ندع عنه حد قد يعود يشتغل بالتلفزه ولا يخرص راسه، لا عاد ما لا بد من يتم يخرصه كيف تخرصه ما شاء الله. هذا اللي عدل جرت العاده السابق البرنامج عنا نعلق على الاحداث، من اهم الاحداث عن مجلس الوزراء اليوم، عنه مثلا جميع التكهنات اللي قالت عنه ما هو لا يوافق على بعض المسائل المعروضه للاستفتاء، كذبها مجلس الوزراء. وضمن مسائل معروضه للاستفتاء اللي هي قضيه النشيد والعلم وحل مجلس الشيوخ. ظهر لي مولانا عن استفتاء بدون اجماع وطني عنه لا قيمه له، حوار بدون اجماع وطني تغيبت عنه احزاب معروفه واحزاب معارضه معروفه، وتغيب عنه ياسم الشعب الموريتاني ولا حوار فيه. وعلم مولانا عنه ما عنده اي قيمه، لا هي عقب يعود مستقبلا، وبالتالي يارت الدوله ويارت الرئيس يراجع راسه في الموضوع اللي هو. وظهر لي مولانا عن استفتاءات بن علي ومبارك اللي كلهم نسبه 99%، ولا انا متاكد منه عنه دور عقب يخلق به اللي روايه انه يعودوا طارحين لا بالطريقه ذي هي، والاستفتاء بالطريقه ذي هي، وما زالت الاداره وحكم فيها، والديمقراطيه ما هي خارقه والحريه ما هي خارقه، وما زالوا المشايخ والقبائل يتحكموا والجهويه تتحكم. معناها عن النسبه ذي هي لا تعد 98% ويخلق استفتاء غير استفتاء، علاش ولماذا ومن مشارك الاستفتاء ومن هو المسؤول عن الاستفتاء؟ اذا ارى ان الدوله ما زالت عندها فرصه تدارك راسها شوي وتحاول ان توفى من النوع من الروايات، الى عاد تصحى تبني دوله حقيقيه باجماع وطني، والى عاد لا يتم تستمر في القضيه دي واستفتاءات اللي لا قيمه لها ولا عندها اي مستقبل، وتغير على راحتها وتقيس على راحتها على اشياء لا قيمه لها. والاخطر في الامر اللي قالوا المجالس الجهويه، وراح اللي مولانا عنه هو بدايه اللي قالوا التفكيك لا قدر الله الموريتان به، اللي من الساعه اللي تبدا القضيه فيها مجالس جهويه فيها مجالس، نحن امام تحديات كبار، والعالم اللي عيشوا فيه في صراع متين، والدول الكبرى انهارت والدول الصغرى انهارت، ونحن لسنا بمعزل عن الدول، بمعنى عنا ياتنا اللي قالوا الكيان الموريتاني اللي عدنا نختار انتم محافظين عليه بالطريقه ذي، ياتنا حاولوا عنا يتم فهم اجماع دائما من الساعه اللي تخلق التفرقه، والله التجزئه والدول متباركه معانا من الله، ونحن مساعدين بروسنا، تاكدوا عنه لا قدر الله بعد سنتين وثلاث سمعوا لي هذا قد يعود يقول البيران اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام مضحكينك، هي قد يعود ياسر منه لا يكلم يغمس صبعه بالتراب يقول ما نفالك ما نفالك تلود لي الشغله، ما هو عنه لا اسلوب ما نفالك ما نفالك، قالوا هذيك الساعه اهل الشام وقالوا ليبيا وقالوا مصر، ومصر ما تشابه لتونس وتونس ما تشابه ليبيا، وتم لا ما نفالك يعود ما في شيء على ارض الواقع يدعمه، ان تعود البطاله ما هي منتشره والامراض منتشره والتعليم خاسر والانتهازيه هي الخارقه والموالاه العمياء هي الخارقه والاستفتاءات بدون مشورة الشعبيه الخارقه والظلم البين هو الخارق والشرائح مظلومه. موريتانيا بعد سنتين وثلاثه لا تعودوا تم تحكوا عنها كاسطوره، ليت من قال كانت في دول ان قالها موريتانيا، وقلدوا امركم لله دركم ورحب الذراعي بامر الحرب مطلع، معناها لو بدو لرقاج يقدي سقود السفينه، والله رقاج للسفينه دي هي لا يحاول عن نعود فيها يجمع فيها الناس كامله. بالنسبه لي اوها اللي ملاحظ انه من استفتاءات كي قلت لكم لك استفتاءات الدول العربيه السابقه ولا رقع عنه العالم ترقع عنه كامل. بالنسبه لي شخصيا ياسم الناس يقول لك هذا عادي ونحن نعيش حريه التعبير، صح رامي ذلك قفلت اذاعتها قفلت رسميا. احنا عندنا كوس والحمد لله رب العالمين تجربه رائده قفلوا عليها برامج قفلتهم على يقولوا لك فم يا شفت مشكلتك عنك في تعود تتعامل مع ماده ديكتاتوريه وحاديه، من ليس معنا فهو ضدنا، معناها عنك تخبط تنفخ في قربة بارده. وانا بعد ماني شايف على ياسم الناس الى والم من اجل عنه يعيش غير الحياه، مثلا لابد من لقاش يعيش بكرامه، يقد عود رقاش قال له ياسر يقد عود يكوس يقد عود ما يشتغل يقد يكوس غير كرامه لابد منها وضروريه جدا.
وشخصيا ظهر لي مولانا عن كرامتي يشبه من ذا كامل، ما تبت عن عشقي ولا استغفرته ما استخاف العشاق لو هم تابوا، قال نزار قباني. وكلمة الحق قد تكلفك توقيف برامج، قد تكلفك توقيفك انت بكبرك من ذاتك، قد تكلفك ياسر، وقد انا ركت اياه كل شيء مقفول. ساعات تقول انا قعدت كيف الفيروس ما مثلا اي بليدة قالت فلانية غير، بعد خارج كلمة حق نقولها وخارج مواطنين نقولهم الحقيقة، ما خدعتهم ولا يعرفوا عني، ماني خادعهم، هم الحب الحقيقي، هم المستقبل، هم اللي يعرفوا عني انا نقول لهم الحقيقة. هون في موريتانيا مسجل الدرتود اكثر من 20,000 صحفي، لكن الصحافة اللي تقول الحقيقة والصحافة المميزة والصحافة اللي المواطن العادي يعيشها ينعدوا الى رؤوس الاصبع، والصحافة اللي ما زالت هي من راسها ما بتدخل بيروهات وما بتقرب من المسؤولين وبين معاهم لا حاجز ولا هو بعد راوالكم يعود نبغى الصبح انت من لا كل وزير ندخل يعود كيف كامل يعود ينقال الصحافي الكبير وانت معيط لي في الندوات ويفتحوا قدامي الباب ونمتر موقع من الاعلانات ونعود مشعشع قالوا واحدين بلغه غير هاي الطريقه وهذا الاسلوب. انا صراحه الاسلوب بالنسبه لي مقزز جدا. انا قاعد ندخل بريده ما نختار قاعد 40 يا بحد يسوى منه، ايش قالت انا طلب والله تنوقف قدامه والله تنمارس هذا النوع. هو اللي سائل مهنه الصحافه موريتانيا وسائل المهنه بصفه عامه. نحن ما نقدر نعود الشعب كامل ساكت والله صفق، لابد من يعود فينا واحد على الاقل على الاقل بعد يقول كلمه الحق والله بعد شيء شابه له والله شعل جهته. ما نقدر نعودوا كاملين بوتقه واحده قالوها العربي، ما نقدر نعودوا كاملين زر واحد يعطي عود فماتي منا حد يتم على الاقل يتم يقول للمخطئ اخطات ويقول للمحسن يا احسنت. احنا ما نقدر نعودوا جماعه امتي قالوا عنها لا تجتمعوا على الباطل. والشرف الكبير الشرف الكبير حن يقول رقاش مره واحده لا ما تخسرش، لاني نقولها رقاج وعود حقيقيه وعود خالصه من قلبه وتعود هذه الياء الحقيقيه فهمت، ويعود بشرف. احنا عندنا مئات الاعلاميين في الاعلام الرسمي في القنوات الحمد لله في التلفزيونات وكلهم فتبارك الله برامج و20 برنامج واخذ الليل والنهار عن الحوار وعن فتبارك الله وعزيز قال وعزيز عدل وعزيز هيشه ورئيس الدوله والوزراء وذا كامل. يا غير مجرد انتقاد مرقاش انتقاد واحد يعود مصنف مباشره، مصنف داخليا ومصنف خارجيا، يعني اها عسكم لك يحسب عليك كذا، اها كذا كذا عسكم، عسكم شنو هي عسكم الا به اللي من ما قبلكم المجاملات ولا قبلكم ذروه. الله اللي مولانا عنك قلت لكم مدة عندها واقع صحة خاسر والممرضين راعي كانوا ضاربين واثنين منهم انحبسوا في النعمة وما زالوا ركات يعانوا. هذا ملاهم ما يرتعود عد الاستفتاءات ولا يرتعود واحد في شيء. آلاف الشباب العاطني على العمل هنا تمام جابرين ملاهم ما يعود ماشي لقح ما ينقال لقح يدق بقرة شور هي اسمها شنو قال لها شورى وليقات والله شور واد الناقه. هذا رئيس منطقة كبير والناس قافله الطريق و20 وتات جندرمير وتات من الطرق وتات كامل على من دقه بقره. حقا عقب ذيك البقره ما تنفصل فاصل وعود ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله والمهتدون الى الواقع نرى. رئيس يعود كبير شوي عن النوع من الامور الناس تتشينات كاع اوروبا ماتت فيه والعالم المتقدم مات اللي عاد فيه ويبنوا الجامعات ويقيسوا الاقمار الصناعيه ماتت فيه قالوا التدشين. ايش قال يجيك رقاج ياك يدشن لك بقره تندق والله اشياء ما ظهر لي مولانا عنها ما هي اكبر من قدها. بالنسبه لقضيه وركات اياها المطروحه قدامي قضيه الناس اللي قالوا العقدويين. والعقدويين سابوا ندخل فيهم لان نقول ابيات شوي لاحمد مطر موضوعنا نحن والموضوع العام والله موضوع الحريه كامله بصفه عامه. وانا بعد كل لحظه نتوقع ان ينقفل البرنامج وقد فطر ما يقفل قد يتلون عليه ويقولوا له فلان ذاك ما تيني نشوفه ما هي مشكله انا طاب على طاب عليك في البرامج وطاب عليك كل شيء لا قفلوا حتى اني قد ما بغيته وراني بعد عاذرهم الى قفلوا عاذرهم الى ما قفلوا ذاك كامل واحد بي لا نعرف عنه لا قيمه لحريه التعبير هنا في موريتانيا وعنها ما يخالق نهائيا ولا انت من لا نقولها وانت من رددها وحد يسيره حد يتعود جميع الموارد مقفله قدامه حد يعود مقفل قدامه جميع لا هم ذيك الساعه في اتفاقيات وحوارهم قالوا عن لا يعود الاعلام الرسمي مفتوح امام الجميع والاعلام مفتوح امام الجميع. الاعلام الرسمي قد يدخل مهرجان عود لابد انه يتم يسبح بحمد العبد العزيز والنهار واخره ولا يقدر يقول فيه الكلمة اللي يبغي. هذا نوع من الضحك على الاوقات. يقول احمد مطر بتر الوالي لساني عندما غنيت شعري دون ان اطلب ترخيصا بترديد الاغاني. هو اللي جاي شنو؟ روايه شنو؟ بترديد الاغاني بتر الوالي يدي لما رآني في كتاباتي ارسلت اغاني الى كل مكان.
وضع الوالي على رجلي قيدا إذ رآني بين كل الناس أمشي، تخلى قد توفاتيها بأمشي دون كفي ولساني صامتا أشكو هواني، أمر الوالي بإعدامي لأني لم أصفق عندما مر ولم أهتف ولم أبرح مكاني. إذا لن أصفق ولن أهتف ولن أبرح مكاني. إذا على كل حال كي قلت لكم الليلة حلقتنا مع المعلمين والأساتذة العقدويين في وزارة التعليم اللي عندهم عدة مشاكل مع الوزارة، وإن شاء الله الليلة نعدل مع الحلقة نشوفوا مشكلتهم شين هي، كيف مشكلتها كامل ونشوفوا قضيتهم. ضيوف حلقة الليلة معايا الأستاذ الشيخ عبدو والأستاذ مختار بابا. إذا هذا الاثنين الليلة هم اللي معانا في أخبار قضية التعليم وقضية العقدويين بصفة عامة في موريتانيا. لا تبدا من يكون مع اليمين ولا مع الاستاذ بابا؟ بسم الله. لا تبدا مع الاستاذ بابا. استاذ بابا العقدويين بعد قاعد روايتهم، العقدويين شنو هم بعد قاعد؟ العقدويين مجموعه من الاساتذه والمعلمين المتعاقدين مع وزاره التدريب الوطني. التعاقد يختلف من فيهم واحدين لهم 6 سنوات، فيهم واحدين لهم 7، فيهم واحدين لهم 8، وفيهم واحدين لهم 5، واقلهم عنده 2 سنين. يا غير متعاقدين شو معناها؟ متعاقد ما عدلوا السابقات، هم عدلوا المعلمين ولا مسابقات الاساتذه؟ هم عدلوا اتفاقيه مع وزاره التدريب الوطني مقابل انهم هم يدرسوا لوزاره التدريب الوطني على اساس انهم هم مش من حمله شهادات كلهم في مجال تخصص. هم حوالي 3000. الطريقه اللي ينقبوا بها شنو؟ الطريقه اللي ينقبوا بها سابق السنه الماضيه كان ينقبوا لا بطرق الطرق العاديه، هي انك تجي تعلن الادارات الجويه عن نيتها في اكتتاب عقدويين محليين. والسنه الماضيه بما ان الضغط خلق اكثر نعلن عن طريق وزاره التدريب الوطني. ورا ذاك حين لكل اداره جهويه تعلن عن حاجتها لاكتتاب عقدويين محليين. يعني وهذا خلق فيه تلاعب كبير حسب البعض، ان بعض مثلا المدراء الجهويين يسجل اسماء وهميه، والله اسماء الناس يعود معهم للائحه، والله هل فعلا ذاك يقولوه واحدين، لكن على ارض الواقع ما هو خارج هذه الامانه، وانا ماني مدافع عن المدراء الجهويين غير هذا نقول على ارض الواقع، لانه العقدويين موجودين على ارض الواقع، هم اللي درسوا حالا على ارض الواقع وعدل معهم اتفاقيه. وش هي الشروط اللي عدل معاك اتفاقيه؟ هل توقع اتفاقيه رسميه بانك تدرس الماده؟ شنو هي الشروط اللي عدل معاكم في البدايه؟ انت مثلا اكتتب على طريق اداره جهويه صح؟ انا اكتتبت مثلا عن طريق اداره عقدوي. انا من هذه سنتي الثالثه عقدوي. عقدوي واستاذ؟ لا معلم. معلم صيغه العقد؟ نقول صيغه العقد عني كمعلم كباقي المعلم، لكن للاسف في بعض الامور ما حصلنا عليها. للاسف وانت وقعت عليها؟ للاسف انا وقعت عليها. معناها انك انت ملزم بها، معناها انك وقعت عليها بدون قيد وشرط، تتحمل كارت المسؤوليه. اذا رائع، ما المطلوب الان؟ المطلوب الان شنو هو؟ انا نحن هذول المجموعه المتعاقدين عنا زارنا رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز خلال الزيارات الميدانيه اللي زار في الداخل، زار المدارس وارض الواقع، وتعهد بانه هذه المجموعه لها يحسن من وضعيتها، اللي ما معقول على عن معلم يعني موريتانيا يعود في معلم درجه اولى ومعلم درجه ثانيه. هذا معلمين رسميين وكتبوا مسابقه رسميه في تكوين المعلمين ودرسوا 3 سنوات وتخرجوا معلمين. والله. صح، لكن هذا نفس ما اخذته لكن ما اخذته لتكوين المعلمين. لكن نحن نمارس نفس المهنه اللي يمارسوا الاخرين، ما فيها فرق. انتم تمارسون نفس المهنه العام، لكن بالنسبه لهم اللي انتم وقعتوا على عقد وهم عندهم عقد. والله احنا مثلا الرئيس نزارنا، مثلا انا مثلا نزارنا الرئيس. انت شخصيا تلقيت مع السيد الرئيس؟ انا شخصيا تلقيت معه. بعد تنزار؟ ايوه تلقيت معه، قلت وطرحت له القضيه، قال لي هذا ما يصح بطريقه، نعتها له. قال لي انا القضيه فهمها والله ما فهمها حتى رئيس. فهمها لان احنا مثلا انا مثلا معلم على سبيل المثال، هذا العقد ينص على نسبه 60,000 وقيه، 2000 وشي منها تمشي بها البنك، والباقي لا يجبر عن طريق السيد الرئيس. فهم عنك انت مقبوب عن طريق جهويه ما هو عن طريق رسميه، وانك انت نعم كامل فما حتى
ولذلك قال على أنه هو أن هذا قرار قرار بالنسبة للقرار لا رجعة فيه اللي هو على أنه لا يد لا يسعى دمج اكتتاب هذه الجمع عليه. وذاك الوعد قاله في زيارة الميدانية العدل سنة السنة الماضية سنة 2015 اللي هي سنة التعليم قالها في زيارته العدل يعني هو أعطيكم تعهد أنا تعهد لا أفاتي حتى الحين أعطانا تعهد أعطي خير الميموريا الثالثة إن شاء الله أعطيكي تعهداته أعطانا تعهد زيارة ميدانية عدلها ورياك خرجة إعلامية عدلها في مؤتمر صحفي صورته واحدة من إحدى الصحفيات على ما اعتقد بتمت اليدالي وقالها عن ذاك القرار عنه لا رجعه فيه ورياك ذاك الملي وزاره التهذيب الوطني اعلنت وهذا الاعلان مازال موجود حالا لصفحه ان كانت تطلع عليه لصفحه اللجنه الوطنيه للمسابقات بلاغ 053 الصادر بتاريخ 15/9/2015 بلاغ مشترك صادر عن اربع وزارات هي وزاره الوظيفه العموميه، وزاره التهذيب الوطني، اللجنه الوطنيه للمسابقات، وزاره الاتصال، خاوف التلفزه للاعلام، خاوف التلفزه الموريتانيه والوكاله بعد كل هذه القرارات وبعد تعهدات الرئيس ما فاطر فيكم شيء ما فاطر شيء حتى تم تجميد هذا البلاغ الى شيء لاحق ومن هذا المنبر منبركم ما يفرح على الميموريه الثالثه اللي قال منبركم منبركم احد على انه ما ولا يترشح مره ثالثه من الساعه اللي تعهد في تعهدات منبركم الكريم نطالبه من جديد بالوفاء بتعهد في هذه القضيه ان شاء الله ونطالبه انا باسم الوفاء باسم التعهدات قال ما هو الا قضيه استاذ الشيخ مرحبا بك استاذ الاشطاري استاذ الشيخ انت نفس الشيء استاذ عقدوي صحيح؟ عقدوي غير اقدم منه رائع كيف بدايه العقدويه معك نفس الشيء عن انت استاذ اللغه الانجليزيه صح؟ لغة انجليزية الطريقة اللي تم بها كتابك شنو؟ الطريقة اللي تم بها الكتاب خلينا نعود واضحين نقول إيه الطريقة نقول عنها الطريقة حقيقة ما هي الله ما هي غزة احنا خصوصا ما راضين عليها ايه بك اللي تم تجي إدارة جوية وتقول تجيب شهاداتك تقرم هذا وتكتب ولا عدد لك تكوين احنا كنا نخترع راضيين معدل التكوين سابق راضيين لا تكوين ما هو خالق راضيين على ان انتم الواحد منا يكون سنين يطلع على راضينا يقبل راضي يقبل عن يتم هذا الاكتتاب يعدل مع تكوين يقبل بعد بالتجربه هم اللي زاد اثبتنا باننا قادرين على اننا نقرب بين نحن من 6 سنوات بعض طلابنا راح يبارك عاد يعدل الجامعه ويجي ويتوقع على عقد هذا العقد ما في شيء يقول لك عنك ليتك بس 70,000 احنا ندور نوضح للراي العام حقيقه لا تلقى عود واضح عود واضح العقد وتوقع توقع على عقد فيه عندك 70,000 مكره اخاك لا بطل تكوس خالق والتعب خالق توقع على هذا العقد يعني تفوت توقع عليه لا يلزم تجيك بالنسبه للمعلمين بالنسبه للاساتذه 60,000 تعرف تجي 58,000 وعيلة هم مستوي ما انا مستويين زايدين احنا عليهم ب 10,000 ما يقدر صح هم اللي زاد المهم انك يتوقع علي هذه هي العبره بنادي خالق لا تشك عنك لا يتوقع على عقده هذا وقت اللي تتوقع علي لا تبدا تقري تعي تقري 18 ساعه وتعي تقري بالنسبه للاستاذ المعلم قاعد تعرف كيفاش نفس الشيء في جميع نعرف اللي لا اللي نقول لك بيج اللي هو متعاون وتلفزت موريتانيا رسميه يا الناس الرسميه كلها ماشي همات والناس المتعاونين اللي هذا انت تحت رحمه المدير بك اللي المدير اللي معاك اللي يقعد ما راضي عليك قد لا يصعك في ذاك الوقت ما عندك ضمان انت موقع لا انك هذا اللي تعدل وهل عندكم ضمان صحي ما عندنا ضمان صحي ما عندكم تبشر ما يضرونا تبشر ما يضرونا لا نقولها بكل صراحه التبشر هاي اللي نتكلم عنها احنا ما نجبروها بالرقم اللي عندنا الحمد لله ما تغيبوا وثانيا هاي الرواتب اللي تنعطانا تمينا في السنوات الاولى هذا هم اختيار ما يذكرون احنا العضو واضح بدايه من 2011 سنين عاد سابق سنه التعليم كانت امورنا قاع نقول احنا عنها لا لباس بها هذا العضو واضح التعليم خلقت الكارثه اذا يدخلوا لك الرواتب في الوقت من بدايه 2015 في العضو واضح يقدروا يشوفوا علي بعض الزملاء قال العضو واضح من الساعه اللي جات 2015 شوف الرواتب متى ويشوف وقتهم شوف الاكتتاب كنا نكتتبوا عند بدايه اكتوبر احنا من 2015 متى نكتتبوا عند بدايه اكتوبر هذا كتبت واحدين منه يعدل لنا شيء صور معايا انا لي 6 سنوات نقري يتقعد لي اداره يتقعد لي لجنه وعيال عود في واحدين ما حد يعرف خط من الانجليزيه ويقول لي نعدل لك تقوي راني لي 6 سنوات انا نقري اولاد موريتاني ونقري في اعداديات وهذا يعدل لك تقوي ينقال لك يطرح لك اسئله سؤالين والله ثلاثه وينقال لك مشي وات از يور نايم وات از يور نايم ويعي واحد يقول ما هي صالحه انت قاعد فوق ريش انا اي دونت سبيك انجلش اي ام سبيك فرنش اوكي نو بروبلم من معناك لين طرح لك السؤال
بس اذا وهذا وقت تنقصها مجموعتها من 2015 بدا الاقصاء فينا، تعود انت لك 6 سنوات قري تنقصها مقابله بلا معنى. هذا بدء التصفيه من هناك. كان قد خلقت مسابقه داخليه معناها اكتتاب عن كان يعد الاكتتاب ووقف حنيني، كان يعد الاكتتاب سبق 2015 سبق 2015 ثم السنه الكارثه عليكم سنه التعليم سبق 2015 كان يعد الاكتتاب وكل سنه يطلع مجموعه من الاساتذه. من 2015 قالوا يعد لي السلاح، ذاك السلاح وقف، ما تنوا تكتبوا، ما تنوا الرواتب يدخلوا بلدهم، ما تنوا عدلوا التعاقد في وقته. كان من 2015 ثم عددتوا مجموعه احتجاجات قدام الوزاره وعدتوا لن يتدخل الوزير يمرق لكم البوليس من زلو اخر الى اليوم. هذا ملاعن اني قط جبرتك انت مره مطلوب طوطه في الطب والله جبتك في الوقت. جزاك الله خيرا. ما نسالك هيك الرفض. اعطينا نحن هاي السنه اللي هاي السنه اللي هي تغطينا فيها 4 مرات 4 بطاقات ورانا لك سبيل التعليم بعد مستعدين نتطوا كل بعض غالين تطوا بعض لا لا ما ظلمين ان شاء الله ما انا ظالمي وهذا معنى ان شاء الله تبتط ظالم ياك تعود زين لا 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 انت لم تنفع فضر انما يراد الفتى كما يضر وينفع المهم انا كيف يكون بطاط اخر بطاط اللي رجتني انت بعد جزاك الله خير اللي ما نسالك لا عادي ما بالشارع رجتني انا طايح لان الساعه حياتي جيتك رايي جاي من الطب الكبير فعلا وكنت في حاله ما هي كنت عندك مترك مخبوط من شوف رايها مزات فيك رايها مزات موجوده وش الطريقه شنو اللي نحن جايين نحن جايين هل كنتم باعتداء على الوزير؟ ما مع بعض وقول لي الاخبار ودني اخبار نحن كنا قاعدين وقاعة الانتظار ننتظر سيد الوزير التدريب الوطني على انه لا يفاوضنا باخبار خلصت تردين خلصات وتردين ويك ساعه سابق العيد حاجه لي هذا 26 في رمضان ليله 27 صحيح ليله القدر بدل عنا كنا هذا ليله القدر منين ما استجبنا لذيك الامور اللي قال هو وقالوا مستشارين قالوا انتظرونا دقائق لكن الانتظار تم معكم تنتظروا عنكم وقال لكم عن روايتكم لحقه الماليه والله قريب عن قالوا لنا على عن شغل الماليه عن انتظروا ونصبروا شهر اخر ايوه لان احنا على ان ما نقدر نصبر شهر اخر والله ذاك اللي نصبر بعد ذي يعود مكتوب زين وقعدتوا فن قعدنا انتظار تمينا انتظار الوزير لا تدخل الوزير انتظار الوزير تنجينا ورجعنا ما عنده انتظار قاعدين ننتظر في القاعه في قاعه الانتظار في الوزاره تمينا الين دخلت علينا مكافاه الشغل ورفضتنا من وين جايه؟ جايه من الباب الخلفاني للوزير مدخل من الوزير من نتحمل مسؤوليته الاخلاقيه والقانونيه دخل من بيروه قدامه هو يعرف الوزير يعرف من انا يعلم سمعت ورا ذاك الجاب ولا تميتوا قاعدين قاموا فيكم ارتعوا حق بط سمعت ومشينا هاي البطه التاليه هذه اخر بط ما لا لا ورا ذاك خلقت لنا بطه هي شنو لا من يدخل الوزاره رافدين جاي من شر قصر الرئاسي محتجين ثقيل بعد رقاج لا يدرس العجال وهو هو السر بدل قفل المعلم يوفيه التبجيله هني المعلم يوفيه التنكيلة مع ان الليله قاع بطتكم وشن هنا قاموا عليكم وتوفي فرس قاموا علينا عندك دونك سولناهم قلنا لهم انتم وش الدور فينا قالوا لنا احنا ما اعطوكم اذار عنكم تمشوا ما فهم قالوا لنا احنا قالنا عنكم هامكم تهاجموا الوزير وعنكم هامكم تعدوا هذا نحن بعيدين منه نحن وحتى انا وراك ما زلنا ما دين يدينا الوزير وما زلنا ما دين يدينا انا صدق لا 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 نحن ما دين يدينا مجتمعنا نحن هاي الوزاره وزارتنا نحن والوزير شركاء في هاي القضيه هاي العمليه التربويه وهامنا نبنوا مجتمعنا وهامنا نصلحوه ونطالبوا من هذا المنبر ومنبركم الكريم على عن على عن على ان يعادل اللفته اللي قالوا التعليم والاحتجاج اخر اين وصلت قضيتكم الان؟ وصلت هذا هو مربط الفرس قضيتنا الان فوجئنا باخر شيء انتم هذاك السنه بداتوا انتم لا 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 فوجئنا بهذا التعميم اللي هو نعطيكم نسخه سادة المديرين الجويين للتدريب الوطني الساعي من وزارة التدريب الوطني للعمل مبكرا على سد النقص الحاصل في المدرسين على مستوى التعليم الاساسي والثانوي فاننا نصدر اليكم تعليمات باختيار متعاقد المعلم والاساتذه حسب الحصص المحدده الاقدميه الشهاده علامة التقويم مقابل الاشتراط تخطى الحصص المحدده علامة التقويم مقابل مع العقدويين اشتراط شهاده دراسات والبرنامج الصحي وهذا ايش فيه؟ الحصص المحدده ما فيها حصه من قال المواد المدرسه المواد الادبيه المدرسه باللغه العربيه العموم التراب الوطني كيف يا اخي؟
زين لا هذا ما عندهم حد. هذا نعطيك مثال عليه. مثالين الشيخ انتم اي سنه قريتوا ما قريتوا شنو؟ لا ما قرينا. لماذا؟ لان الوزاره ما كتبتنا. الوزاره انت لك ست سنوات في التعليم، نعم السنه قالت قسم بديل. لماذا؟ ونختار زيد عليها عن الاعداديه اللي نقري فيها محتاجين اليوم ويتلف نوعيه التلاميذ كان الى ينهار. ما عندهم استاذ انجليزيه؟ ما عندهم استاذ انجليزيه. وش هو السبب اللي عدت الوزاره تستغنى عنك ولا سابت التلاميذ استاذ؟ هذا المبرر، لكن قبل ندور الاقامة على من العامه تعطينا له مبرر. حتى الادارات الجهويه اللي عندهم ما يقدروا يقولوا اليوم رافضين التعميم لعده الوزاره بدون حاجتهم. قاموا قالوا اللي سمعنا في الوزارة يرتد بأن الوزارة عندها عجز مالي وبعدين ما يقدر عجز مالي ونحن الرئيس والوزارة عجز مالي وقالوا لنا قالوا لنا اللي يجون يقولوا لنا على المسألة ترجع للمدعي. نحن نتيا رسالتنا واحدة اللي ندور الوزارة نقول لها يا تقعد واضحة نحن إن ست سنوات نقروا كنا ممنين على لنا رسمة تمينا فجأة إني قاعد تنفصلنا كامل. كيف قال لك المواد الأدبية اللي تقرا باللغة العربية كاملة اقتصاد من التربيه الاسلاميه هذا العموم تراب الوطن العموم تراب المواد اللي تقرا باللغه العربيه تم اقتصاد بالاضافه للعلم. هذا السنه الماضيه مقبوضين كل مؤسسه كانت قابله 8 و9 10 12 استاذ من الانجليزيه وذا المواد الاخرى هذا تم طردهم. المواد العلميه كانت مقبوضه منهم تقريبا قابلت منهم نسبه 30% والاخرى انطرد. اذا هذا يرجع ليش؟ لا يعطيك مثال سيدي انت هذه السنه كنت الدراسه ملا أني السنة ما أدر لماذا؟ ما عيطت في الوزارة وأنت اللي ما تعيط لك تبقى كلاش بالصفر. حتى نحن العقد مع الوزارة للأسف ينتهي في الشهر السابع من السنة ونبقاو نحن نعيشوا في البدية إذا تعيط لنا مالي السنة. هاي السنة ما خلي نقص اللي كنت نقول يعني بعد تعاقد الرئيس باستكتابكم ها أنتم تعيشون في الشارع والله هاي من هذا منبركم يا الكريم نطالبه من جديد. نطالبه من جديد بأنه يعيد البلاغ من جديد. البلاغ طالبين إعادة البلاغ. بلاغ رقم 053 صادر بتاريخ 15/9/2015. الاخبار وانت كنت تقرا اخر مره السنه قبل الماضيه كنت تدرس في مدرسه؟ انا كنت ادرس مدرسه وادي الناقه رقم 1 ورائع وفي نقص المدرسين امرأة حتى وكان حد يطلع عليها. وما هو العذر الذي ساقته الوزاره لعدم التجديد لكم؟ يكلم يقول لنا لعن السيوله ما هي خالقه. السيوله ما هي خالقه هذا غير مبرر. نفس العذر السيوله ما هي خالقه. ما هي خالقه قالوا انا ما عندي وزاره فيها عجز مالي وبعدين ما قادر تكتتب وبعدين وزير الماليه خصوصا هو اللي وقف وجه هذا الاكتتاب. والله التعاقد انا وقف وجه وزير الماليه فهمت. وهذا ما متضرر منه احنا ما قدرنا احنا هو اخر حد قد يتضرر من كل التعاقد معنا. المشكله ابناء الوطن نختار زايد نعطيك شوي. انت دائما تسال تسمع ايش من القصص العاديه اللي لا عادي تفضل عزيزي ما فيها قصه قط باطل رد علينا زميل عندنا موش بباطل خارج رانا لك احنا هذا وقع اللي في المدن متموكين خالق زميل عندنا قال بعلنه فوته 9 أشهر ما تاخذ عليه السياره معطيه له مدرسه كامله. هو عقدوي ولا يمكن مو ساندسي تعرفه دار نوع دراري نو ساندسي يقولوا العقدويين المعروضه اللي ما عليه اللحم ولا تاخذ عليه السياره وهو عقدوي معطيه له مدرسه كامله. تصور معي ذيك المدرسه اللي قريبه هذا موجود في الحوض الشرقي وهذا ما واحد وهذا مثال واحد تجبر عنده ثلاث اقسام يقريهم مخلوطين له معطيين له عقدوي قري ثلاث اقسام هذا كامل مربي عرض الحائط ونقال عن الدوله ما عنده ميزانيه ولا عنده امكانيات. هذا منين يجوا الوزاره دوني من اليوم دخلت على الوزير يا الاخ يسعد عند اخت عزيز اليوم دخلتوا على الوزير ايش قال لكم؟ ما دخل كان معطينا ميعاد الساعه 5 جاتكم البوليس والله الا جاتنا راعي صورها وباخذكم امليه لا 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 لا
كانت تعدلها بعد ولا انتوا الحساب وتعدلها دخلوا علينا دخلوا علينا وعقبوا بعض المفاوضات الحزم حد شافوا باريس سلاف دين الدبابيس هم اللي يحاول عنه يتعامل معهم بعد مفاوضات تبين لهم هم الان نحن مع اشخاص سلميين كي تفاوضوا مع الشرطه تفاوضوا مع الشرطه صح بعد انا قاعد شاك عنكم مش بتحسنوا العلاقات مع الشرطه ولا تم تعدوا احتجاجاتكم ما قالوا لكم شيء احنا قاعد ما نحتاج مشكلتنا احنا اللي قلنا نتيجه احنا اللي نجونا قاعدوا قدامك بالزاره مونك عنده ولاك ستر لما قلنا واحدين الوزير هيش ثلاثه من غيرتهم وفوز الوزير مع الوزير والله ايش قال لكم الوزير في تبريد ذي السنه ايش قال لكم الوزير لا ذي السنه وزير التعليم ما كان برا كان يقول لي لاني 15 من الشهر التاسع لاني لين عد فات صدرت مذكره صدرت مذكره عمل العاد فهم الشيخ انا بي اللي كنت لقيته وزير وهذا باطن اختي انا ذكره بي لقيته هذا الوزير الحالي الوزير عنده بعض المميزات مهمه نختاره ونذكرها والسيد الوزير من هو اسمه الوزير الحالي سلمو السيد المختار ماذا قال سلمو السيد المختار اجبرنا معاه انا وزميل احمد بابر قال لنا بعلن وضعيتنا عن قضيه قاعد ترسمي ذاك عنه ما يعني عن ذاك قرار دوله وبدنا منه عن الدوله اللي يتعدلوا غير بعد قضيه اكتتابكم قال لنا لاهي راهو في قضيه اكتتاب التعاقد معكم ليتم ان شاء الله يخلق يوم 25 في الشهر التاسع هذا ان شاء الله متعهد لكم قالها لكم قالها لنا وتعهد النبي وجاء يوم 25 في الشهر التاسع ما عاد ما وفى بذاك العهد اللي قال انه يا رب علينا مولي بشيء اسوء شنو ما رد علينا بشيء لحد الساعه الى حد الساعه من ذاكاكم ريتوه ورد الشهر التاسع هذا اللي راهو الشباب مرات ماذا قال لكم بعد الشهر التاسع اللي ريتوه قال القضية أن قيد الدراسة تمينا دائما ذلك ولا مرة لأنه زعلك مرة أخرى إذا نفوشنا بهذا التعميم هذا التعميم اللي هو اللي صدر يامس والوخانا نحن بيان تنديد فيه بيان تنديد إننا في منسقية متعاقد التعليم بوزارة التهذيب الوطني ومستاتي معنا نرفض التعميم رقم كذا صادر عن وزارة التهذيب لأسباب هو التعميم شنو بعد قاعد ياك الهدون يعني ياك نعرفوا لماذا رفضتوا هذا التعميم هذا التعميم لاقصاء جميع الاساتذه اللي كنا نقول لها الاساتذه اللي قروا المواد الادبيه باللغه العربيه سمعت عن الكتابه الفرنسيه وخليها العربيه الكتابه الفرنسيه والله اكيد نشرحوا لك بعد شفت هو 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 اللي يخليك فيه قدر من التحايل محاوله مغالطتنا احنا كعقدويين احنا لابد من يفصل من الشيء يقر لي ياك يفصل قامت الوزاره وعدته وكتبت بعلنها لا يتقبل العقدويين لا يتقبل المواد العلميه وعاد كل درجه هويه. المدرسه كانت الانجليزيه ما تصنف كماده علميه. لا مو تصنف كماده علميه. محتاجه للتلاميذ ومحتاجه للوطن. لا ماهم ياسرين وسواي عم اللي ماهم ياسرين والناس محتاجه لها. قاموا واعدينه عادوا كل وزاره يقول اعطينك واحده كنت نختار بين عود جبنا معنا الجدول ما شفتك جبته. اي وزين. في كل اداره جويه قال لها قبضي من السيانس قبضونا كذا. فيزيك قبضونا كذا رئيس سيانس والفيزيك كلهم يلقب منه شيء والمواد الادبيه كامله التقى ربنا العربيه انقصت كاع نهائيا ما عنده تفسير التلاميذ المؤدبين ما تلو عنهم في الادب ولا ما عنده التربيه الاسلاميه في الوقت اللي ضارب التربيه الاسلاميه زاد هذه السنه اللي تعتبره نوع من التناقض نوع من التناقض ومن درا كانكم شاركتوا في الدوله تعدل اموالهم والسابقات لاكتتاب الاساتذه والمعلمين وكل عام وقفوا يا ليتهم وقفوا حتى المسابقه الجنيه ووقفوا تماما العام ما عدل المسابقات ماذا قالوا عنه يرسع العاجز مالي عن الدولة عاجزة إذا سمحوا للدولة أن توقف على كرعيها يبدو أنت لا توقف على كرعيها غير إذا بعد يتنافى مع تصريحات السيد الرئيس في لقاءات وكامل اللي يقول عنه السيد الرئيس احنا السيد الرئيس من الساعة قال عنه رسميا بدأوا فينا المشاكل الله يعطي الميموريا كنا نكتتبوا في الوقت حنيني كنا نكتتبوا في الوقت صار العاجز قالوا يسلفن علينا وينقال لنا انتم اطلعوا عندنا يجوا الادارات الجويه، الادارات الجويه تخضع للزبونيه والمحسوبيه والقابليه والبيع والشراء والسياسه هي اللي الصالح نقولها احنا ولا نامس واخذين عند الاداره واحده من الادارات الجويه ما نبقى نعين خوف عندك لا عد في هذا تمينين عندنا بهم لا يعدلوا مقابله للناس اللي حضرهم ولا نقابض ما يعلمني ولا واحد واخذ قال لي عني نطلع والنتيجه اللي تلفن عليك بها اذا عن هذا ما يتوسع وهذا ما هو يا الله وهذا نحن ناقدين ولا وراه لا يقبوا احنا رانا نقدوا احنا نقدروا ندفعوا ثمن لا مستعدين كلامنا معك نقدروا ندفعوا ثمن حتى نقول لك ما عندكم شيء لا لا ما هو احنا سوينا مثال احنا ما عندكم خلاص انتكم سوينا زي مستعد نشرح لك لا لا انا على سبيل المثال انا اشرح انا مثلا على سبيل المثال قال لي انت ما حدنا تتكلم اخبار المتعاقدين ما حدنا تتناظر اخبارهم ما لك لا يورطك ما لك تكتب ولا لك يتم التجديد معك
لماذا؟ وانا نوع التدريب وانا عندي الفرنسيه وانا عندي الفرنسيه تم اكتتابهم والعربيه ما اكتتبت العربيه ما جميع المواد العربيه تدرس العربيه المواد الادبيه شوف عليا لا انا طالبت بحقي والله حق زملائي الامور الاخرى بعد العلميه والامور الاخرى وكيف تقويم لكم الاساتذه والمعلمين المفتشين اصلا التقويمات تقويم شوف هم مثلا على سبيل المثال انا اعطيك انا مثال هاي وركاتي مثلا هاي وركاتي افاده عمل يفيد السيد غانم محمود الله مدير مدرسه وادي الناقل السيد ادى عمله جيدا واخلاقه حسنه خلال الماضي زين حتى شوف عندنا شهادات تكريم وعندنا الحمد لله عندنا تفتيشات زينه لا عندنا هذا نختار فقر لا ينشاف علينا لا لا احنا تكلمنا في حتى مثلا قد واحد من الصبح وعرف عنا اكيد عن واحد من انتم بعد بوليس كنتم مو اصحاب اربع بطات كافي قد مثلا واحد من الصبح يقول لي انت البارح كنت مع زايد على برنامج زايد قايل لك مثلا على سبيل المثال وانا تعرضت لتهديدات هو طمر خارج البطون لا تعرضت لتهديدات يعني ما لي نكتتب ولا حد يعني نكتتب يعني لي نمشي في بليده على الحدود ما الحدود وعلى ذكر الحدود نحن نكتتب واحد منهم ومشي المناطق النائيه اللي هي بعيده عن الرسميه ونحن كما قلت لك ما في معلم ولا في استاذ درجه ولا في معلم درجه ثانيه احنا نأدي نفس العمل استاذ شيخ عندك تعليق على اللي قال الاستاذ أنت ربما يدفع الثمن وعنكم انتم هذا متوقعين دائما متوقع انا بعلن اني نوقفوا ونحتاجوا لخلق شفتوا اللي خلقنا هذا الشباب ما فهموا الناس تعرف هم الولاد بحسهم ياسر وهم اللي كانوا دائما حاصلين تحت الستار ويشربوا تاي وعدل ونحاز عليهم وسوس فتوس في بتكايس فهمت رايه وعدلت الرايه واضحه اني نقصا وبيهم الصعب هذا عقاب واضح بي اللي هي اليمين العامه انا ما نستر على رواقيش ولا قدان احنا البوقاني اللي يخلق اللي يخلق لكن قاع ما نكتتبوا واحنا احنا بتنا قعدنا تمونك لنا لا ليتم التعاقد معنا ما قاعد تكتب هذه يترفت عليك يقول لك احنا بغينا معاك لاك لو كونترا شهر 7 وبالمناسبه لو كونترا ومن درك لكم العطله تخلصوا والله لا جايك اعطيني شويه اعطيني قوس تخلصوا لا اعطيني قوس اعطيني قوس اسمع اعطيك قوسين زين احسنت شوف راه كان في لو كونترا يوصل للشهر 7 سمعنا على لو كونترا جديد يعود يوصل للشهر 7 كانت فيه 45000 يعطوها ما نعرف ليش ذيك الوقت قالوا عنها انقلعت هذا كامل راه ولكن يدل بعلن بعد ميزانيه الدوله بخير وبعلن هذا بخير والكامل واقف وراه ضم 20 مليار لا يتنبلك وعدل به الاستفتاء الاستفتاء هي قاع السبب ولا احنا اللي جارونا للاستفتاء صراحه قاع العود واضحين فيها في اللي من اقصاء المعلمين والاساتذه وطردهم والتعليم مفصول فيه هذا يرجع للامور اختيارهم فقط. وقال الاستاذ احنا الطالبين اولا مطلبنا بعدين بعد قاعد اللي قالوا المواد الادبيه معلمينها يرتدوا بعد قاعد كاملين. ثانيا احنا الانجليزيه اللي عملنا هاي ويتم التعاقد معنا والله مولي احنا اللي لنا 6 سنوات ولا 7 ما نوخذوا من التعليم هكذا واحنا ما ادينا يدينا للترسمي. ها والين وظلم في حقنا ويا ترفع كذا قلت عن فاخبار فاخبار هذاك الاستفتاء خلاص جاءت الحوار ثم تعرف حسب وقالت لهم هذا البيان الختامي تدعيم اللغه العربيه تدعيم اللغه العربيه كيف هاي تناقض اول وزاره التربيه الوطنيه تناقضت مع مخرجات الحوار وكذلك اعطاء عنايه المعلم هو اللي معدل هذا هذا من الدين به وشايش بينه وطالبين من رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز ونكرر مره اخرى التدخل ما هي خطواتكم المقبله؟ من دراكانكم لا تستسلم معانا الله لن نستسلم ومن بركم هذا نوجه رساله لكل متعاقد وزاره التدريب الوطني اساتذه ومعلمين الوقوف صف واحد في وجه هذه القضيه اليه من اجل دفاع عن قضيتهم العادله والمشروعه وكذلك من اجل الدفاع عن ابناء وطنهم لا قضيه من اللي عندها بعد اجتماعي زين مطالبكم استاذ الشيخ بالضبط؟ مطالبنا بالطبع بأن وزارة التهذيب تتراجع عن ذي القرار هذا التعميم تعميم مؤخر تكتب فيه بقية الأساتذة والمعلمين الأدبيين ما تم التدريب ثانيا أن الناس اللي 6 سنوات و7 يتم إعادة للتعليم بطريقة أو بأخرى هم بدل من الضرب وثانيا هم ظلم مؤخر قريب جدا عن احنا قلنا لك بالبداية عن ما راضين عن الناس تنقبل من البدية ولا تكون هم اليوم طاردين شيء يزيد على 3000 بين المعلمين والاساتذه وهم ناويين في نفس الوقت انه لا يكتتبوا مجموعه جديده لا يتعاقدوا مع مجموعه جديده. ثانيا هم اللي هذا من تكلنا على الادارات الجهويه
رانا راضين على ذاك التعدل وراضي يا غير بعد راجعين على الوزاره تنصف نفس الوزاره هي وبعدين تعيد اكتتاب المعلمين والاساتذه العقدويين التعاقد معهم يعني خالد مدير قضيه الاكتتاب اللي تعهد بها رئيس الجمهوريه الا انه قاعد بدو عنا انقطع علينا عندنا قاعد لا مولانا قاعد يعاقد معنا احنا اللي ندوروا يتم اكتتابنا الدوله قلت لك اكتتبنا الدوله تصرف باسم الملايين والمليارات في اسم الامور اللي لا تخدمها الوطن لا تقدمه وهذا مصير امه واللي هو مصير التعليم نقابلوا المعلمين ينطردوا هكذا والمدارس تنقفل والاكتظاظ في الفصول كامل ما يصير فيه احنا طالبين اليوم عن الدوله ترد لنا في ورئيس الجمهوريه يقولون قلت لك اكبر من هون بعلنوا من يوم اللي اللي بدات 2015 تكركبت وضعيه التعليم هذا الوزير الحالي ما قط الطهد المعلمين ما هو بعهده من نعم الساعه اللي بدات اللي قالوا سنه التعليم 2015 وانتم بالاخص من جهه هاي الوزير مجي مطالبين الرئيس من جديد الان عندها على انه يعيد ان هذا البلاغ المشترك اللي هو اللي بعث فينا الامل البلاغ المشترك اللي دمجنا واكتتابنا مطالبين السلطات العليا اللي هو تمثل رئيس الجمهوريه ونعتبر عن هذا الوعد اللي قال عنه وعد دستوري بين كلام رئيس الجمهوريه كلام دستوري هم وزارة التنمية الوطنية تقول لنا قيسوا الرئيس قال هذا. كيف وزارة التنمية الوطنية تحرض على الرئيس؟ تقول لنا قيسوا الرئيس اللي قال هذا. هذا كلام قاله الرئيس في القصر الرمادي، وانا لن انساله على انه قال لي ذاك القرار لا رجعت فيه. زيارته الوادي الناقة اللي عند الاخر زيارة تلرزة قال لي ذاك القرار لا رجعت فيه. انت بصفة شخصية وقال لك القرار ولا رجعت فيه. حق بعض. والكان هو الحاسد وعقف رجع فيه. انا كنت عندي توضيح دائما يقول لك البلاغ اللي عند الوزارة. السنة الماضية والله السنة السابقة الماضية السنة الماضية البلاغ الخاص عن وزارة وزير لا هو بلاغ مشترك وزارة حني وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة التهمية ايوه ثلاث وزارات وقعوا بلاغ وعلق ايوه مع الصباح الثامنة ما عاد تعليه 11 سنين انسحب انسحبوا لماذا؟ تفسيرات اللي جاتنا احنا ما اجبرنا شيء رسمي ولا قال لنا شيء رسمي القرار ما تكلمت معنا الا سحبوه توف قالنا عن وزير الماليه انه قال للوزير عن ذا لا يعود عالي على الدوله انه ما يقدر يسحب صورته ذي والرئيس مباشره انه قال له عنه يسحبه هذا وزير الماليه الحالي وزير الماليه الحالي ولن جاي هو اللي واقف بوجهه كامل هذا ولن قال اي تقول وزاره اي نقول لك كلام وزاره التهذيب وراي لا بقت وزاره التهذيب تحمل المسؤوليه لوزاره الماليه بالضبط به للوزير التعليم سمعنا عنه لماذا ما ترفعوا قضيتكم الوزير الماليه تناقشوا اراي رساله اراي رساله عنده اراي رساله عنده اراي رساله عنده خبر عن الموضوع حاله هو المستشار عنده ينقال له محمد الخامس للدراسه وضعية عنده مشينا رسالة لرئيس الجمهورية ومشينا رسالة لرئيس البرلمان ومشينا رسالة لرئيس مجلس الشيوخ فعلا وصلوا الرسائل؟ والله اللي كلهم عندنا دشرشل حتى اللي خلقنا أمس بلغنا بالسلطات كاملة حتى ممثلين اللي في الداخل راهم حالا وقت كلامي لك ضاغطين عليه يسولوا شخلق وهم حالا كلهم واحدين منهم تاكين قدام الإدارات الجوية واحدين منهم مشاوا الولاة تقارير لعنهم ما يتم اعاده اكتتاب العقدويين بالاخص المواد الادبيه لعنها ستكون سنه بيضاء انا نتحمل مسؤوليه في اخبار واحدين من الولات قال عنهم منين ما يجي لعنها ستكون سنه بيضاء. الشيخ شنو رايك في الموضوع؟ انا وزدنا فعلا هو ما هو المطلوب اذا من الدوله حالا؟ المطلوب من الدوله عنها ترسميكم رسميا والله تعددكم امتحان داخلي كاكتتاب والله صرتكم عقدويين وتعيشوا حياتكم اولا احنا اللي طالبين من الدوله واللي ميالته تعدلنا عنها تكتتبنا انا عدلنا اكتتاب شنو الصيغه اللي تقدر تكتتبكم بها الدوله؟ الدوله بسيطه تقدر تكتتبنا بمساله بسيطه اولا احنا عندنا هذا العقدويين قرروا للدوله ست سنوات سبعه وعندهم شهاداتهم وتعدل لهم السباقات والله تقويم ولا تقويم قاع منهم يجد يكتتب وراه القدويين في وظائف اخرى وفي ياسر من الناس قاع ولو اللي يقول لكم عدل في ياسر يعود قاع يشتغل وعنده وظائف اخرى ولا قاعد تطلع ومعدلين العقود يعود عنده عقد وانك بين ما دام في العقود يتحكم في الادارات الجهويه فمعناها ما يعني ما مدافعين ترجع قاع للوزاره تعود تضبط حضورهم احنا ما اللي عندنا تقويم مديري الان كل يعطينا نقطه نهايه السنه كانك تلعب عندك معدل 15 اذا حسب التقويم العام من المديره وحسب لجنه تعدل لكم تقويم تكتتب منكم ذاك اللي الله يكتتب وذاك يا غير ذاك ما الله يكتتب ولا لا يقوم يقيم الحسم اللي زاد ويقول عنه فرصه لي من يكتتب
فهم اللي قلت الدولة تعدل المسابقة. احنا اللي خاين قضيتنا اليوم. أن في جماعات معدلين لهم عقودهم ما يستحقهمش، معدلوا على اسم اختي، معدلوا على اسم اخوه، معدلوا على اسم. اذا تلاعب. تلاعب. هذا كان خطير الشيخ. نقول بكل صراحة وعندنا عليه الأدلة الواضحة. يعني في إدارات جوية تتلاعب بالعقدويين. تتلاعب بالعقدويين. تتلاعب بالعقدويين. أنت شنو معنى؟ أخ زايد أنك كل سنة أنت لك ست سنوات قري، لأن يجي قال لك اقعد هنا تي عندك لجنة لا يتعدل لك تقول، يجيك تقول لك وات يزورني. قول أي أم إيز زايد. هذا ما هو، هذا ما هو طريقة، احنا معترضين عليه، ما بغينا نمشي معاه. ثاني لما اللي نختار الدولة هون تفهم عن قضية العقدويين، طيب ما هي قضية معارضة ولا موالاة ولا كذا، قضية ليست سياسية، قضية ما هي سياسية ولا عندها أي بعد سياسي. على ذكر السياسة، على ذكر السياسة، في واحدين، في واحدين من العقدويين عندهم انتماءات سياسية وعندهم فيها الحق، انت عندهم فيها الحق غير بالصفة. حنكملك حنكملك ينقال لك انت ما يلطق تعود، ما يلطق تتكلم عن العقدويين، والله ما يلطق تتكلم بي لك عندك، عندك رأي سياسي كذا وكذا، هذا هذا ما يتواسى. اذا القضية ليست سياسية، ليست سياسية، يعني قضية، قضية رأي عام. قال بين وزير التعليم، وزير التهذيب يعني اللي ياكل عود اذاق، انه يفتح الباب يلتقى مع مجموعة العقدويين ويقدمون لك نكفل بهذا الصوت ونختار. السيد الوزير يعطيك تتلاقى مع الاساتذه والمعلمين العقدويين الكرام وتناقش معهم الموضوع، اياك تنحل المشكله واعرف عنهم بوليس عاد واصدقاء. اذا على كل حال الوقت اشرف على النهايه، والليله للترجمه لهنا اختتم بقصيده من المديح النبوي الشريف. لعد ما عندكم اي ملاحظه؟ والله شيء عندنا كلمه اخيره يا شني، انا نتوجه ونتوسل ونتوجه لرئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز بالتدخل شخصيا لهذا الحل، هذا الموضوع له، وكذلك يحيى الحدمين اللي هو الزي الاول. استاذ شيخ، انا اللي متوجه له عن اباء التلاميذ والتلاميذ وفي الثانويات والاعداديات والمدارس الاساسيه، أنهم يقدموا احتجاج على الوضعية المعدلة. أنا الدولة بحالة الدولة ما تعطات معنا. احنا الدولة طلبناها هنيداك وقعدنا تحت الوزارة هنيداك وجابرنا مع الوزير هنيداك واحتجينا قدام القصر الرئاسي، وهذا لم يأتي وكله. اليوم احنا متوجهين للمستقبل. الدور على التلاميذ وولياء الأمور من أجل عنهم، خصوصا اللجنة الوطنية لأباء التلاميذ اللي ما تدخل في ذا الموضوع. لماذا؟ أستغرب تماما موقف لجنة أباء التلاميذ ساكتة على هذا الموضوع. على كل حال نرجو من الوزير ومن الرئيس عنه يتفهم مسألة العقدويين إن شاء الله، ليس بالتعليم وحده بل في كل وظائف موريتانيا وكل الوزارات، وحل مشكلتهم بطريقة سلمية وطريقة سلسة من أجل أن يجبر كل حق حقه. عباس الجناب يقول: نحبك إن الحب آيتك الكبرى، هزمت به الطاغوت والبغي والكفرى، وأعليته شأنا وزودتنا به فصار لنا نهجا وصرنا به فخرا، ومن داجيات الشرك والجهل سيدي طلعت به للناس قاطبة فجرا، وأشرقت بدرا قد توضأ بالسنا، فلم نرى بدرا قبله نور البدرا، نحبك فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا، ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا، شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرا، ألنا عصيات العقول بآيه فما جحدت من بعد إيمانها أمرا، وجادت ولم تحفل بدنيا غرورة، ومن رزق التوحيد لم يأبه العمرة، حملنا به للناس منك رسالة مددنا بها للفتح أضلاعنا جسرا، وصلنا حدود الصين في كل موطئ يعانقنا نصر فنتبعه نصرا، وما تعبت يوما سرايا جهادنا إذا اقتحمت برا وإن ركبت بحرا، فسل تونس الخضراء زيتون عرضها، وسل قيروان الفاتحين، وسل مصر، أليس بحد الحب رقت قلوبها فجاءت إلى الإسلام أفواجها تترى، وليس بحد السيف فالسيف آلة إذا عافها الإيمان أدمنت الشر، وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا
ولا تطعنوا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فإنك للأخلاق سيدها طرا. اللهم صل وسلم على صلى النبي العلاء تعود مشكتهم قال على. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وعجب ما فيه سماحته حصرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بعد الله على ضرورة التعليم في غزوة بدر. نحبك أي والله، نحبك أي والله، نبض قلوبنا يردد طه، والعليم بها أدرى، فحبك في الأولى ينير طريقنا، وفحبك في الأخرى يجنبنا سقرا، وحبك في الدارين خير ونعمة، ونحن به أولى ونحن بها أحرى. إليك أبا الزهراء، إليك أبا الزهراء، هاجر خافقي، فحبك في الأحشاء أوقدها جمرا، يحاصرني أن اتجهت يحوطني ويعصرني عصرا، فأنظمه شعرا وأسكبه شهدا، وفي الشهد حكمة متى ذاقه المعلول من دائه يبرا. أما والذي أعطى فأرضى نبيه، وعند اشتداد الخطب ألهمه الصبر، جرى حب طه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، جرى حب طه في القلوب تدفقا، وما زال فياضا ومن قطع المجرى، فما كان فظا أو غليظا فؤاده، ولا حاملا غلا ولا مانعا خيرا، ولا قابلا جارا يبيت على الطوى، ولا طالبا إذا راح يطعمه أجرا، ولا كانزا مالا ولا غائلا يدا، ولا ناكذا عهدا ولا فاضحا سرا، ولا سائلا إلا الذي فلق النوى، ولا طائعا إلا لخالقه أمرا. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، ولم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا، هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى. نحبك إن الحب آيتك الكبرى، ومنها جنا في الحق آيتك الأخرى. إذن في نهاية الحلقة أشكر الأستاذ الشيخ اللي رافقني في الحلقة، والأستاذ مختار بابا، والمصور الكرام اللي كان معايا، الأستاذ المخرج جوليان، والمخرج الفوقاني صدام، والمخرج التحتاني علي، والجميع إن شاء الله، وهيدال اللي قاعد تنمش، وإلى حلقة جديدة من البرنامج، طابت وقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.